بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين بعبادتهم من دون الله والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله: قوله تركهم بالجر سبب كفر بني آدم وتركهم بالجر عطفا على المضاف إليه، يعني سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. عبادة غير الله، دعاء غير الله، البناء على القبور، كل ذلك سبب كفر الناس والعياذ بالله. وأراد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله. الغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. الشرك أعظم الذنوب، فالغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك. البناء على القبور ودعاؤهم من دون الله والذبح لهم والنذر لهم، كل ذلك سبب كفر بني آدم، وذلك كله شرك وكفر وضلال. وهو ينافي التوحيد، الشرك ضد التوحيد، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله. الكفر بجميع المعبودات الباطلة، والإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالله عز وجل حذر من الغلو، فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام، منهم من قال ابن الله، سبحان الله، منهم من قال ثالث وثلاثة، الله وعيسى ومريم والعياذ بالله. كل هذا الغلو الذي وقعوا فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى عليه السلام عبد الله، خلقه الله من مريم بقدرته سبحانه وتعالى. الغلو هو الإفراط في التعظيم، عن الزيادة في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. العبادة لا تصح إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة،
تحذير من الغلو، وهو الزيادة في التعظيم، تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام، واليهود في العزير عليه السلام، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حذرنا الله أن نفعل كما فعلوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تمدحوا بالكذب وتزيدوا كما فعل النصارى. قال المعلق: في قرة العيون، وقد وقع ذلك الشرك في العباد في هذه الأمة نظماً ونثراً، كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما من الشرك والغلو، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة، أي مخالفة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، خوفاً من الوقوع في الغلو، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلت لي لله نداً، بل ما شاء الله وحده. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فالعطف بالواو يفيد التسوية، كأنه جعل مشيئة الرسول مثل مشيئة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله نداً، جعلتني لله شريكاً، فالمشيئة كلها مشيئة الله، مشيئة العبد تحت مشيئة الله، فلا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشارح: فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد اتخذه إلهاً، الذي يدعو غير الله فقد أشرك وضاه النصارى، أي شابه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، أي في تقصيرهم. فاليهود قاتلهم الله، نقصوا عيسى عليه السلام وقالوا ابن غنى، ابن زنا، نعوذ بالله، قاتلهم الله. فإن النصارى غلوا، رفعوه، قالوا ابن الله، سبحان الله. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا أي غلوا، واليهود فرطوا أي قصروا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول عليه السلام قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة مريم عليه السلام، كانا يأكلان الطعام، كان عيسى ومريم عليهم السلام يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام ما يكون إله، الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة
باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أي غلو أو تفريط أي تقصير، فقد شابههم أي شابه اليهود والنصارى. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة. وما هناك روافض غلوا، قالوا علي هو الله، نعوذ بالله. وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد أي حفر خدت لهم عند باب كندا، فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم لأنهم أشركوا، لكن الإحراق بالنار ورد أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن كان أن يقتلهم. لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. فعلي رضي الله عنه غضب وحرق هؤلاء الذين قالوا علي هو الله. قال المعلق: قوله باب كندا باب من أبواب الكوفة، اسمه باب كندا. الغلاة المحرقون هم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه. عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه قالوا إن عليا إلههم، نعوذ بالله، فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة وخلق شيع وفتح ثغرة في صفوف المسلمين، وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون، ووجد في الناس كثير ممن أطاعه وأله عليا رضي الله عنه وأبناءه، وكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعادى عليا والمؤمنين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالغلو هو الذي جرهم إلى الكفر والعياذ بالله. فيجب أن نحذر من كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا، لما ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الشيطان أعاذنا الله منه عدونا، كما حذرنا الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء رجال صالحون لما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم في صورة مرشد وكذب عليهم وقال لهم: انصبوا أنصاب في مجالس هؤلاء الصالحين حتى تعبدون الله مثل ما كانوا يعبدون الله. كلام مزخرف، هكذا الشيطان يزخرف الباطل. ففعلوا ولم تعبد، لأنهم كانوا يعرفون التوحيد. حتى إذا هلك أولئك، بعد مدة مات أولئك الذين يعرفون التوحيد، جاء الشيطان مرة أخرى إلى أبنائهم قال: إن آباءكم كانوا يعبدونها. فالغلو هو الذي جر إلى الشرك، وهذا
كان في قوم نوح عليه السلام، فبعث الله نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد والكفر بالطاغوت، فلم يؤمنوا إلا عدد قليل حتى أغرقهم الله وأهلكهم. قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله. وهذا الأثر اختصره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولفظ ما في البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد لما أغرق الله تعالى قوم نوح وغرقت تلك الأصنام فدفنت مع السيل مع المطر، والشيطان أعوذ بالله منه طلب من الله مهلة فأعطاه الله مهلة، فالشيطان علم أن هذه الأصنام دفنت فأوحى إلى المشركين أن يأتوا إلى ذلك المكان ويحفروا ويخرجوا تلك الأصنام، ودعاهم إلى عبادتها. هكذا الشيطان نعوذ بالله. صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب، قبيلة كلب بدومة الجندل اسم مكان. وأما سواع فكانت لهذيل، قبيلة هذيل. وأما يغوث فكانت لمراد، قبيلة مراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت حمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح. الشيطان دعاهم إلى الشرك، دعا المشركين إلى عبادة هذه الأصنام وغيرها. وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا رحمهم الله. فالغلو في الصالحين بناء المسجد على القبر ورفع القبر ووضع النور عند القبر، كل ذلك من أسباب الشرك والعياذ بالله. فيجب علينا أن نحذر من الشرك. القبر لا يصلى عنده ولا يبنى عنده مسجد ولا يغلى فيه، يترك على ما هو عليه. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكانوا لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، يعني عبادة الله. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس أعاذنا الله منه، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. هكذا الشيطان يدعو إلى الكفر. كما يوجد في بعض البلاد قبور تعبد من دون الله، داخل المسجد قبر والقبر عليه قبة والناس يطوفون بالقبر ويدعونه من دون الله، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. فلا يجوز البناء بناء المساجد على القبور، ولا يجوز الطواف حول القبر، ولا يجوز دعاء غير الله، ولا الذبح لغير الله، ولا النذر لغير الله، كل ذلك شرك وكفر وضلال. قوله أن أنصبوا هو بكسر الصاد المهملة. قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله
سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قال المعلق في قرة العيون: فصارت هذه الأوثان هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا قال: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، أي هدمته وجعلته مع الأرض، ولا صورة إلا طمستها، لأن رفع القبور والصور من أعظم أسباب الشرك. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. في قرة العيون: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عباد، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف، إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي رحمه الله عن أبي حيان رحمه الله: فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون، أعوذ بالله، ويطفئ الحريق وينجي الغريق، عبدوه من دون الله وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته، أعوذ بالله، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني رحمه الله كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر رحمه الله من متأخري الحنابلة، وله كتاب الغنية وهو من العلماء لكن عبدوه وهو بريء منهم، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتن، كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو، دعوى أن له كرامات، وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل، كبعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. الكرامة: المؤمن الله تعالى يكرمه ويعينه على طاعة الله، ولكن لا يجوز الغلو فيه، بل يجب إخلاص العبادة لله، اعبد الله كما هو يعبد الله فيكرمك الله كما أكرمه الله. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد في هؤلاء، ابن عربي بدون أل، هذا ملحد يقول كل شيء هو الله، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، هذا ابن عربي الملحد نعوذ بالله، وهم يغلون فيه ويعبدونه وهو يقول الكفر والعياذ بالله. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذي يقول كل شيء هو الله، الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد في هؤلاء، لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرهم. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم
والأصل في ذلك الغلو في تزيين الشيطان. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر أهل السير أن التلبية في عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي هذا شيطان غير دين إبراهيم عليه السلام، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينه هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو، فقال ما هذا؟ فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب. هكذا الشيطان كيف يكون مملوك وكيف يكون إله؟ كلام الشيطان متضارب، قاتل الله الشيطان ومن أعانه. قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله ونسي العلم، ورواية البخاري رحمه الله وينسخ وللكشميهني ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، ووقعوا في الشرك ظناً منهم أن ينفعهم عند الله. هكذا الشيطان زين لهم والعياذ بالله. ولا ينفع عند الله إلا الإيمان والتوحيد. فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، هو الذي زين لهم عبادة الأصنام. الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة. كما قال تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم الغلو والبدع في قالب، أي في صورة تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليوقعهم فيما أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. قال المعلق وما جر إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم وبناء القباب عليها وسترها بالأستار وإيقاد السرج وقيام السدنة أي الخدم وشياطين الإنس عندها عند القبور لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. يزينون للناس الشرك والناس ينذرون للموتى وهم يستمتعون بتلك الأموال التي دعوا الكفار إليها. وإلا فكم من عباد صالحين من الصحابة رضي الله عنهم وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام مدفونون في مقابر مصر والشام وغيرهما، هم أفضل آلاف المرات من أمثال البدوي والدسوقي، بل نعالهم أشرف وأكرم من هذا البدوي وأضرابه. لا يعرفهم أولئك المشركون لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان، ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة تلك القبور التي نصبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجل
من أجهل الناس وأبعدهم عن هدي الإسلام الذي لا يعرف تلك القباب، وإنما يعرف القبور التي لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تستر بالأستار الحرير وغيرها، فإنه من أمحل المحال الاتعاظ بهذه الأنصاب والمقاصير، ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبوراً تسن زيارتها. لا يجوز الذهاب إلى القبور التي تعبد من دون الله، لأن في ذلك التشجيع على الشرك. ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبوراً تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض منها كلها تحقيقاً لما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعث بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن صيانةً للتوحيد من قدر الشرك الذي أعظم أسبابه هذه القبور. وفي رواية أن عباد القبور قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. والشفاعة ملك لله لا يقدر عليها أحد إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، والمشرك ما أحد يشفع فيه. الشفاعة لأهل التوحيد بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن ذلك العبد المشفوع له. وأما غير الله لا يملك الشفاعة ولا يقدر أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. أما المشرك والكافر والمنافق لا أحد يشفع فيه. أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله. طلب الشفاعة من غير الله شرك كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا، أي ود وسواع، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. قوله وقال ابن القيم رحمه الله هو الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، يعني ابن القيم رحمه الله، صاحب التصانيف أي المؤلفات السائرة والمحاسن الجمة الكثيرة. مات رحمه الله سنة 51 و700 من الهجرة رحمه الله. قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير رحمهم الله، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. والعكوف عند القبر لا يجوز، لأن ذلك من الغلو، وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيماً ومحبةً عبادةً لها. فالعبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض، عبادة غير الله وتصوير الصور ونصب الأنصاب. قال القرطبي رحمه الله: وإنما صوروا أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، هكذا الشيطان يقول، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. الله عز وجل قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، بل فتح بابه لعباده: ادعوني أستجب لكم. فعلينا أن نخلص الدعاء لله ونبتهل إلى الله ولا نلتفت إلى غيره. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه، أي نقلهم الشيطان منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القناديل النور والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج به إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيداً ومنسكاً، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، أن يسبون أهل التوحيد ويقولون هؤلاء تنقص الصالحين كذباً وزوراً، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ضاقت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغاة وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظام بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. أهل الضلال يوسوس لهم الشيطان ويزعمون أن ذلك عقل، فيردون الكتاب والسنة والعياذ بالله. فالواجب على المسلم اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها، أي من المفاسد،
مضرة التقليد، التقليد قبول قول الغير بدون دليل، يجب اتباع الكتاب والسنة، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة.